السلام عليكم أعزائنا الطلبة. موضوعنا في الماس ترانسفير أوبريشن هو example for two film theory في الجزء الثالث من المحاضرة التاسعة. طلاب، هنا قدام الexample it is required to find the concentration of solute A at the interface. هنا يقصد به بأنه المفروض أن نجد قيمة الconcentration على سطح السائل اللي هو عادة يكون امتزاج أو ذوبان الغاز المنتشر على سطح السائل، وبالتالي راح يبدي ينتشر إلى داخل السائل. هذا من اللي يقصد به the concentration of solute A at the interface. هنا طلاب معناتها يقصد عملية إيجاد المول فراكشن اللي هو YAI at the gas phase و XAI at the liquid phase. هذا المطلوب من السؤال الأول. Where A is diffusing through non-diffusing liquid B. معناتها أنا عندي الميكانيكية الثانية اللي أقصد بها قيمة الـ NB يساوي صفر. هاي هي الميكانيكية الثانية. إذا حددنا نوع الميكانيكية راح نستخدمها لإيجاد قيمة الـ YAI والـ XAI. هذا وين موجود؟ In outed wall column. It was recorded that the bulk gas concentration, هنا يقصد بها ال YA أو ال YA bulk, and bulk liquid concentration يقصد بها ال XA أو ال XA bulk, where point 1 و point 3.8. إذا هذا هو قيمة ال YA أو ال YA bulk. نفس الشيء طلاب، وهذا 0.38 اللي أقصد بيها XA أو XA bulk. اللي أقصد به هو المول فراكشن للغاز المنتشر بالغاز phase كرفرنس، وهنا المول فراكشن للغاز A المذاب في داخل السائل. الكونديشن مالتنا للعملية هي درجة الحرارة 25 سنتيغريد والضغط 1 أتموسفير. مطينا بالسؤال قيمة الإكوليبريوم ديتا اللي هو الـ X يقابل كل قيمة إلها هو الـ Y. هاي نستخدم لإيجاد الإكوليبريوم كيرف بالرسم. لازم تكون عندنا هاي القيم أو تكون عندنا قيم معادلة تدعى بالإكوليبريوم كيرف أو إكوليبريوم إكويشن. أيضا مطينا الإنديفيدوال ماس ترانسفير كوفيشنت إنديفيدوال، مطينا إياها بدلالة الكي إكس داش والكي واي داش. المطلوب بالسؤال عندنا إيجاد الكونسنتريشن at the interface اللي قلنا عليها قيمة الـ YAI والـ XAI. مطلوب من عندنا إيجاد الـ overall mass transfer coefficient. overall mass transfer coefficient وهنا حددها KOY، معناتها الـ overall mass transfer coefficient اللي مقصد بها الميكانيكية الثانية لأنه ما بها داش. ومطلوب عندنا المطلوب الأخير the percent resistance in the gas and liquid phase. هنا هذا مطلوب جديد تقريبا اللي هو إيجاد المقاومة لعملية انتقال الكتلة. وين المقاومة؟ من جهة الغاز ومن جهة الليكويد. هسا طلاب رح نبدي نشتغل لإيجاد المطالب الموجودة بهذا السؤال. بما انه احنا حددنا نوع الميكانيكية لان يقولنا ان الليكويد ما ينتشر، اذا الميكانيكية الثانية، ومثل ما تعرفون المفروض قبل ما نبدي نرسم لان لإيجاد الـ XAI
دائما طلاب، والواي اي اي دائما نوجدها تقريبا عن طريق الرسم، خاصة لانه مطينا الاكوليبريوم داتا، مطينا جدول فنوجدها عن طريق رسم، فلازم نبدي نرسم. فالمطلوب نحدد اول مطلوب نخليها ببالنا قيمة السلوب الميل، بما انه هي الميكانيكية الثانية، فاذا الميل مالتنا دائما يكون بهذا الشكل، دائما يكون بهذا الشكل. الميكانيكية الثانية الميل مالته دائما يكون بهذا الشكل. فالخطوات اللي راح نبدي نتبعها هي دائما نفس الخطوات للميكانيكية الثانية. أول شيء مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة، لإيجاد السلوب كميكانيكية ثانية عندنا مشكلة وين؟ في قيمة اللوج المين مول فراكشن للليكويد فيس، واللوج المين مول فراكشن للغاز فيس، لأنه تحتوي في داخلها عند إيجادها تحتوي في داخلها قيمة الـ XAI والـ YAI اللي أصلا أنا ما عندي، وبالتالي ما أقدر أحسب السلوب مباشرة. فمن أبدي أشتغل فأول خطوة هي راح أفرض لإيجاد السلوب، أفرض قيمة اللوج المين مول فراكشن للليكويد فيس واللوج المين مول فراكشن للغاز فيس، أفرضها قيمتها واحد. من أفرضها قيمتها واحد إيش راح يصير عندي السلوب؟ راح يصير عندي السلوب ماينس كي إكس داش على كي واي داش. هاي دائما أول خطوة نسويها بالميكانيكية الثانية لإيجاد السلوب. قيمة الماينس كي إكس داش والكي واي داش مطينا إياها بالسؤال، فنعوضها راح نوجد قيمة السلوب. دائما ناخذ هذا السلوب، ناخذ التان انفيرس إليه، راح نوجد قيمة الثيتا طلعت لنا بالسالب، أطرحها من 180 راح تطلع لنا قيمة الثيتا هي 100 تقريبا 131. هاي الثيتا اللي هي راح أبدي أستخدمها. طلاب هاي الثيتا 131 أبدي أستخدمها للعمل مالتنا. هسه راح أبدي طلاب راح أبدي أشرح لكم على الرسم على ما تكون الطريقة أوضح، لأن لازم نبدي هسه وراها نبدي نرسم. فالحسابات الموجودة كلها اللي راح أذكرها بالرسم هي موجودة قدامكم بالسلايدات. هذا من قدامكم الحسابات، كل هاي الحسابات راح أذكرها بالرسم على ما تكون الأمور واضحة لكم. طلاب عندنا هنا الورقة البيانية اللي راح نبدي نرسم عليها، نلاحظ بأنه تدريجات مالتنا راح نخلي بالنا نشوف آخر قيمة بالنسبة للإكس وآخر قيمة بالنسبة للواي حسب الجدول المعطينا بالسؤال. نلاحظ بالإكس آخر قيمة هي 0.35 وللواي هو 0.36، فمعناتها آخذ شوية أكثر. فشوف التدريجات بأنه الإكس أكسس اللي هو يمثل لنا المول فراكشن للغاز اي ات ليكويد فيس هو خليته اخر شيء 0.4، وبالنسبه للمول فراكشن للغاز اي ات غاز فيس خليته ايضا 0.4. فالتقسيمات خليتها بصوره مثل ما تشوفون قدامكم، وتقدرون تخلوها بتقسيمات بعد اكبر على مود يكون شويه رسم لكم اوضح. فنلاحظ بانه راح نبدي نعين النقاط المعطينها بالجدول، اول ما يبدي 0 0، بعدين النقطة الثانية 0.05 بالنسبة للإكس، بالنسبة للواي 0.02، وراها بالنسبة للإكس 0.1، وبالنسبة للواي 0.505، وراها 0.15 0.08 هنا تقريبا، وراها 0.2 0.13 تقريبا هاي هنا، وراها 0.25 0.18 هذا، وراها 0.3 0.26 تقريبا هنا، وراها 0.35 و 0.36 0.36 هذا. هاي هي
النقاط راح أبدي أوصل بصورة شوي انتبه للتوصيل مالتي. فهذا هو الكيرف، هذا يدعى بالإكوليبريام، إكوليبريام كيرف. وراها راح أبدي أعين نقطة تدعى بالنقطة B اللي هي إحداثياتها XA أو XA bulk حسب ما قايل بالسؤال، YA bulk اللي هو قيمة الـ XA مطنيها 1 وقيمة الـ YA bulk مطنيها 0.38. من أجي أعينها حسب الرسماتي تقريبا راح توصل هنا، هذا هي النقطة، هاي نقطة B، هاي عينتها. أجي هسه حسب ما مطيني المعطيات مال السؤال، الخطوة اللي وراها لازم أرسم لاين يبدي من نقطة B ويقطع الإكوليبريم كيرف بزاوية معينة. فلازم أوجد السلوب. السلوب وجدته أني أول شيء. السلوب هو شنو؟ وجدت قيمته سالب 1.15. أخذ إلى التان إنفيرس على مود أوجد قيمة الزاوية. وجدت الزاوية ثيتا طلعت لنا سالب 49، أنقصها من 180 تطلع تقريبا اللي هي 131. أجي أخلي المنقلة عكس وتبدي من 0 إلى 180، فالزاوية مالتي حتكون تقريبا هنا تقريبا، لأنه تعرفون أنا أرسم بيدي يعني، فما لا أقدر أسيطر على الشاشة يعني. فمن نقطة البي والزاوية راح أوجد هذا المستقيم المائل يقطع الإكوليبريم كيرف، وعند نقطة التقاطع أخذ عمود وأنزل به للإكس أكسس، ومستقيم أفقي أروح المن للواي أكسس. هاي التقاطع ويا الإكس أكسس حيطلع لي إكس أي أي واحد، ويا الواي أكسس يطلع لي واي أي أي واحد. ليش قلت واحد؟ لأنه هاي المحاولة الأولى، هذا السلوب الأول عن طريقة وجدت قيمة الـ XA I 1 و YA 1 اللي هو هذا الدائري ده من عندي بالمطلوب الأول اللي هو Art Interface. بس هاي طلاب أنا ما اعتمدها. ليش؟ لأنه أنا بنيت على أساس بأنه اللوج المين للـ XA لوج مين و YA لوج مين اعتبرتها قيمتها شنو؟ صفر، العفو واحد، وبالتالي ما اعتمدها. بس من حصلت قيمة الـ XAI من الرسم اللي هو هسه حصلتهم XAI و YAI حصلتها من الرسم، المفروض أبدي أحسب قيمة الـ XAI log المين جديدة و YAI log المين أيضا جديدة حسب القيم اللي حصلتها أذني، وأرجع أحسب سلوب الثاني. السلوب الثاني مثل ما تعرفون هو الشي يساوي لنا kx داش على شنو؟ xai log المين و ky داش على yai log المين. راح احصل على قيم على قيمة جديدة للسلوب وابدي اوجد الثيتا الجديدة. فهذا السلوب اللي هحصله من هذا راح اشرح اوجد، راح اوجد اخذ التان انفيرس اله، من اخذ التان انفيرس اله راح اوجد قيمة الزاوية الجديدة. فهسه هذا اللي حصلت السلوب رقم 2 راح اخذ شنو هسه اخذ له التان انفيرس. من اخذت التان انفيرس طلاب وجدت قيمة الثيتا الجديدة راح تطلع قيمتها تقريبا عندنا بما يساوي سالب 44.7، أنقصها من 180 تطلع تقريبا 135.3. أرجع هاي الثيتا الجديدة مرة ثانية، وين أول أخذها؟ أجيبها أيضا نقطة B
وراح يصير هنا تسقيط، وارجع مرة ثانية عمودي انزل اوجد قيمة الـ XAI رقم 2 لانه جاي من السلوب الثاني، وهنا YAI العفو راح اوجد الـ YAI ايضا رقم 2. فاذا اني هسه وجدت الـ YAI والـ XAI الجديدة مين من السلوب رقم 2، وجدت الـ YAI رقم 2 و XAI رقم 2، هاي اللي أنا أعتمدها كمطلوب للفرع الثاني، كمطلوب للفرع الثاني اللي هو جاي من السلوب رقم 2. هذا هو مطلوب الفرع الأول. بس قبل ما أكمل شغلي كمطلوب للفرع الثاني، مطلوب ثاني، بس أريد أعلمكم في الشغلة، ما طول الرسم موجود قدامنا. عندنا من نقطة P اللي أنا راسمها، أوكي، تأخذون خط أفقي موازي للإكس يروح يقطع منه الإكوليبريم كيرف، وسقط عمودي عند هاي النقطة. هاي النقطة وجدت الـ XA star اللي هو معناتها at equilibrium، اوكي، وارجع شو اسوي من نقطة B مرة ثانية بمستقيم عمودي انزل على الـ equilibrium curve، وبعدين اخذ افقي على الـ Y axis اطلع الـ YA star. هاي الـ XA star و YA star هذا المول فراكشن للغاز A at equilibrium، XA star من الرسم اللي طلعتها و YA star هاي معناتها المول فراكشن للغاز A at equilibrium. اوكي طلاب، هذا انتهى المطلوب الاول. طلاب، المجهول او المطلوب الثاني هنا عندنا هو ايجاد قايل الماس ترانسفير كاوفر اول ات غاز فيز اللي يقصد به كي او واي. حدد لنا اياها اوفر اول ماس ترانسفير ات غاز فيز، لانه عندنا ايضا اوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت ات ليكويد فيز اللي هو كي او اكس، بس هنا بطالب من عندنا بالسؤال فقط الاوفر اول ماس ترانسفير كوفيشنت ات الغاز فيز. حسب هذا المطلوب انا اقدر اوجده عن طريق عباره عن حاصل جمع الانديفيدوال ماس ترانسفير كوفيشنت ات الغاز فيز زائدا الانديفيدوال ماس ترانسفير كوفيشنت ات الليكويد فيز مع وجود الميل. مع وجود الميل شلون اوجده؟ انا اذا احتاج قيمة الـ KY وقيمة الـ KX، بس انا بالسؤال لانه الميكانيكية الثانية انا دا اشتغل عليها ما عندي قيمة الـ KY وقيمة الـ KX، عندي فقط قيمة الـ KY داش وقيمة الـ KX داش. فاذا لايجاد قيمة الـ KY و KX استخدم القانون هذا التالي الموجود قدامكم، عبارة عن قانونين، واحد at gas phase والثاني at liquid phase، هو اللي يربط بين ال KY وال KY dash. حسب القانون أحتاج إيجاد قيمة ال KY dash وال Y log mean at gas phase، هاي بالنسبة لل gas phase، وأحتاج قيمة ال KX dash وال log mean mole fraction at liquid phase، هذا ال XA log mean هذا at gas phase. بالنسبة لل KY داش وال KX داش مطنيها هو بالسؤال، أما بالنسبة لل log mean mole fraction at gas phase و at liquid phase أنا وجدتها بالمطلوب الأول من السؤال. إذا كل شيء متوفر عندي، راح أعوض القيم الموجودة هنا، راح أوجد قيمة ال individual mass transfer coefficient at gas phase وال individual mass transfer coefficient at liquid phase. إذا وجدت أول مجهولين بالقانون أعلى، أول قانون،
بقالي فقط إيجاد قيمة الميل. إحدى قوانين الميل اللي موجودة قدامكم هو هذا، اللي هو y ال a أو ال y ال a البالك ناقصا y a i على x a ستار ناقصا x a i. هذا إحدى قوانين الميل. استخدمت ليش؟ لأنه ال y a مطنيا أنا بالسؤال اللي y a بالك اللي هو قيمته 0.38 y a i و x a i أنا وجدتها بالمطلوب الأول من الرسم اللي هو طالبه، هو المطلوب الأول لإيجاد قيمة ال y a i وال x a i، ويا أخذهن القيمة الثانية، القيم الثانية بالاسلوب رقم 2 اللي آخر شيء توصلنا له. أما قيمة ال x a star هذا اللي هو علمتكم عليه أيضا نوجده من الرسم حسب ما مطيني الطريقة المطينية، هو بالسؤال مطين ومطينة ديتا فأقدر أوجدها من الرسم. أما إذا مطينا معادلة أقدر أوجدها من الرسم ومن المعادلة. فوجدت أيضا الـ XA star من الرسم، كل شيء توفر عندي فأعوض القيم هنا، فرح أوجد قيمة الـ M. أوجد قيمة الـ M. قيمة الـ M أنا مكاتبها هو homework لكم طلاب، homework لازم توجدون قيمة الـ M فقط بأنه تستخدمون حاسبة وتوجدون قيمتها. أوكي طلاب، نيجي هسه المطلوب الثالث الـ percent resistance in gas phase. كريزيستنس كمقاومة لعملية انتقال الكتلة إذا أريد نأخذها حسب الطور in gas phase حسب المكان كريزيستنس وليس percent. كريزيستنس إذا المقاومة بالغاز فيس هو واحد على شنو K الواي أو واحد على K أو واي. ما طول قال percent معناتها راح أخذ الجزء على الكل، فحيكون واحد على K واي على واحد على K أو واي. أنا ال K واي عندي وجدت هسه بالمطلوب الثاني هذا، وال KOY أيضا اللي هو اللي ناتج وجدته آخر شيء، فكل شيء متوفر عندي بس أعوض أرقام راح أطلعه. فإذا هذا هو homework أيضا لكم طلاب. المطلوب الثاني من المطلوب الثالث حسب هذا الفرع يريد الريزيستنس وين؟ بالليكويد فيز. نفس الحالة طلاب، اللي هو واحد على KX على واحد على K overall للX، يعني ال overall للماس ترانسفير كوفيشنت at liquid phase. واحد على KX على واحد على KOX. ال KX آني وجدته بالمطلوب الثاني، والKOX أنا ما عندي، إذن لازم أوجد قيمة الKOX حسب نفس البروسيجر اللي اشتغلنا هنا مع اختلاف القانون والميل. فإذن لازم أوجد قيمة الKOX وعوضه راح أوجد قيمة الريزيستنس at liquid phase كبيرسن. فأيضاً هذا مطلوب عندكم homework لازم توجدوه طلاب. فهنا هذا هو الهومورك، صار عدة واجبات بيتية بالمحاضرة رقم 9 المطلوب طلاب توجدوها وترسلوها حسب التبليغ اللي راح أبلغكم عنه بالتواريخ لاحقا. نلاحظ هنا طلاب هو هذا الرسم بصورة مرتبة ومفصلة، نبين عندنا المحاولتين كسلوب رقم 1 وسلوب رقم 2، وجدت قيمة الـ XA1 وقيمة الـ XA2 والـ YA1 والـ YA2، وأيضا وجدنا اللي هو الـ XA star اللي قلت لكم عليه راح نوجده بإيجاد الميل، وحتى الـ YA star في حال احتياجها بغير مطالب هسه شوفوا وين تحتاجوها انتو طلاب. كل هاي الرسم الموجود كله قدامكم مرتب على مود يكون بصورة أوضح لكم. في نهاية هاي المحاضرة طلاب إن شاء الله قد استفاديتوا من
المعلومات وطريقة الحل ضمن هذا السؤال. إن شاء الله نستودعكم الله ولقاء آخر في موضوع الماس ترانسفير أوبريشن.